السلام عليكم متابعي صفحة تربية النحل بالصيفة الجزائرية والقناة على اليوتيوب قناة الجميع عالم النحل الأبي. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصدقائي الكرام، في هذا الفيديو هو الحلقة الثانية من التوسع الرأسي. هذا أول فحص، بعد أيام سأكتب لكم تاريخ تطبيق الطريقة وتاريخ اليوم إن شاء الله. تاريخ اليوم هو 7 من أفريل 2025. أنا قمت بنزع العاسلة الآن وسأعطيكم بعض الملاحظات. هذه إطارات ممطوطة سأضيفها اليوم، إطارين أضفت المرة الأولى، إطارين المرة هذه سأضيف إطارين. إذا الخلية كما تلاحظون كانت على 6 4 حضنة و2 عسل. تركت هنا عسل حبوب لقاح إطارين حضنة، وهذا إطار ممطوط أضفته في نفس اليوم الذي طبقت فيه الطريقة. هذه عاسلة، هذه العاسلة مكتظة ما شاء الله، مكتظة ما شاء الله. صدقوني بديت نشوف أن هناك تحرك للنحل، بديت نشوف. أولا الملكة راهي تطلع وتهبط. الإطارات التي أضفتها راهي خزن فيها النحل العسل، عسل راني نغذي بالعسل، تجييش هي الغرض تاعها، التجييش استفادة منها. يعني نقدر من بعد ننزع العسل نفرز ونرجع الإطارات، ولا نجيب إطارات مبنية ونترك الإطارات اللي فيهم حضانة. المهم الخلية الآن كما راكم تشوفوا ممكن الكثافة زادت، لأن النحل الحاضن خرج، النحل الصغير بدأ يخرج من الحضانة، كذا فزدت مع التغذية والنشاط. الملكة راهي تطلع وتهبط، يعني تحط البيض وتعود تنزل للأسفل. وهذا أول فحص. إطار هذا اللي حطيته ممطوط، إطار ممطوط سنرى. إذا هكذا كي تتضح الصورة، العسيلة هنا فيها كذلك نفس الشيء، نفس الشيء كما هو في صندوق تربية. يعني تقدر تطبق على خلية ب6 ب8، المهم يكون عدد مزدوج هكذا باش يكون تساوي ما بين الحضانه والعسل. العسل ماهوش مشكل ولكن الحضانه. اذا ها هو الاطارات، شوفوا الكثافه. هذا الاطار الذي اضفته هاو امامكم، بدا يخزن فيه النحل حبوب لقاح والعسل، بدا يخزن فيه حبوب لقاح والعسل اهو. هذا الإطار آخر قديم، يعني الحضانة بدأت تخرج، كان اللي خرجت. ملكة راهي شوف ما شاء الله، وين كثافة ما شاء الله. لكن لحد الآن مازال باش نحكموا على الطريقة، الطريقة راهي يعني قيد التجربة، مازالت يعني النتائج مازال لحد الآن. يعني بدأت الخلية تطور ممكن لخروج الحضانة المغلقة، ولكن احنا اللي يهمنا التوسع، توسع الملكة في وضع البيض. الآن راح نزيد إطار بالأسفل وإطار هنا، إطار بالأسفل وإطار هنا. موضع الإطار إن شاء الله أنا ما نضيفش الإطار هنا، سأضيفه هنا ما قبل الأخير باش نحتم على الملكة تحط البيض فيه. إذن راح نضيف لها إطارين. المهم شوف الملكة تنزل وتهبط، البيض راه موجود الفوق في العسيلة وفي الأسفل، في العسيلة وفي الأسفل. الإطارات التي أضفتها نهار اللي طبق الطريقة هذه إطارات ممطوطة، الآن فيهم عسل حبوب لقاح، بدأ النحل يخزن فيهم، أمر طبيعي جدا. نشوفوا توسع الحضانة يعني منا ورايح إن شاء الله. إذا عندي إطارين، سأزيح الإطار هذا لأنه فيه عسل ونحط إطار جديد. نعاود الإطار
يعني إطارين دفعة واحدة. شيء جميل أنك تضيف إطارين مباشرة، النحل سيقوم ب ملء الإطار الذي وضعته الآن، ينظفه ويعقمه وتبدأ الملكة إن شاء الله. الله أعلم هل تضع الملكة البيض أو يخزن فيه العسل، سنرى. بعد زيد نجيب الإطار الثاني، الإطار الثاني بنفس الطريقة، نفس الطريقة. لو نضيف الإطار هنا ممكن جدا يزيد يخزن لي العسل، لكن أنا نضيفه هنا يعني بالتساوي، إطار فوق إطار الأسفل. وكنشوفوا بإذن الله نشوفوا التطور تاعها، لأنه الطريقة التي تتوسع رأسي كثر عليها الحديث كثيرا في الآونة الأخيرة. حنا ماذا بنا كان حاليا نجربوا ونشوفوا. الإنسان ما يقدرش يحكم نظريا ولكن لازم تطبيقي. نعاود نرجع الأسئلة. إذا أعطيتها إطارين ممطوطين، اللي ما عندوش إطارات ممطوطة يدير شمع الأساس، الله غالب كيكون مكانش. هذا هو الإطار أضفته هنا كذلك، يعني إطار ما قبل الأخير هنا وبالأسفل. تغذية، قدمت تغذية، حاجز من الأعلى ومن الأسفل. نغلق الآن، ندير التشتية تاعي، خلي التشتية لأنه مازال شوية الوقت، وربي يجيب الخير إن شاء الله، ربي يرزقنا وإن شاء الله غيثا نافعا يا رب العالمين. سروح كذلك ما شاء الله، سروح كان هايل. انا ونقص شويه